فواتير المشتريات الفورية أو ما نسميها المحلية. فواتير المشتريات الفورية هي تلك الشاشة التي لها أو فيها عبء واحد فقط أو مصروف واحد فقط. فالمشتريات الخارجية عليها أو لها أكثر من مصروف أو أكثر من عبء. فإذا ما دخلنا إلى إدارة المشتريات وذهبنا إلى العمليات تكلفة المشتريات الخارجية نلاحظ أن هنالك أكثر من عبء أو مصروف أو تكاليف تضاف على فاتورة المشتريات، بينما فاتورة المشتريات الفورية نلاحظ وجود عبء واحد فقط أو مصروف واحد فقط سوف يُحمّل فوق فاتورة المشتريات عند الشراء، يتساءل البعض متى نستخدم فاتوره المشتريات المحليه الفوريه؟ وما الفرق بين التوريد المخزني وفاتوره المشتريات المحليه؟ هنالك عده فروق بين فاتوره المشتريات الفوريه المحليه الموجوده في اداره المشتريات وامر التوريد المخزني، فاذا ما ذهبنا الى التوريد المخزني في اداره المخزون، العمليات التوريد المخزني وقمنا بعمل مقارنة بسيطة ما بين فاتورة المشتريات الفورية المحلية وأمر التوريد المخزني تتضح الفروق التالية: في أمر التوريد المخزني لا توجد أعباء أو مصاريف تضاف فوق فاتورة المشتريات، فأمر التوريد المخزني يعتبر فاتورة شراء إلا أنه تكلفة نهائية أي أنه ليس عليه أعباء أو مصاريف إضافية، مثلا تم شراء بضاعة من شركة معين البعداني بالآجل أو نقدا بمبلغ 10 مليون ريال، وقد وصلت إلى المخازن بمبلغ 10 مليون ريال، أي لم نقم بدفع أي عبء آخر، لا مصاريف شاحن ولا نقل ولا غيرها، بينما في فاتورة المشتريات الفورية نلاحظ أنه قد تتم عملية الشراء ثم يتم إضافة عبء وحيد وهو عب الشراء مثلا تم شراء بضاعة من شركة معين البعداني بمبلغ 10 مليون ريال وقد كانت مصاريف النقل أو الشحن مثلا مئة ألف ريال في مثل هذه الحالة لا نستخدم توريد مخزني عند عملية الشراء ولكن نستخدم فاتورة مشتريات محلية الفرق الآخر بين التوريد المخزني كفاتوره شراء اكرر التوريد المخزني يعتبر فاتوره شراء وبين فواتير المشتريات الفوريه المحليه ان في امر التوريد المخزني لا يوجد حقل خاص بالتخفيض او الخصم فمثلا تم شراء بضاعه من شركه معين البعداني بمبلغ 10 مليون ريال وقد حصلنا على تخفيض او خصم 500 الف ريال او 300 الف ريال نلاحظ ان التوريد المخزني لا يوجد به حقل او مكان خاص بالتخفيض أو الخصم عند الشراء، بينما في فاتورة المشتريات الفورية نلاحظ وجود حقل خاص بعمليات التخفيض عند الشراء. كذلك نلاحظ في التوريد المخزني والذي يعتبر فاتورة شراء أنه لا يوجد عمود خاص بالكميات المجانية. فإذا ما تم شراء بضاعة. وحصلنا على كميات مجانية، مثلا تم شراء بضاعة من شركة معين البعداني، مثلا مئة تلفون ايفون 6، وقد حصلنا على اثنين تلفونات مجانا، نلاحظ ان التوريد المخزني لا يمكن استخدامه في حالة وجود كمية مجانية، أما في فاتورة المشتريات الفورية فنلاحظ أن هناك عمود خاص بالكميات المجانية، لذلك يتم استخدام فواتير المشتريات المحلية، إذا الفروق الثلاثة ما بين فاتورة الشراء في التوريد المخزني في دارة المخزون وفاتورة الشراء المحلية ما يلي، أولاً أمر التوريد المخزني التكلفة النهائية لا توجد عليه لا مصاريف شحن ولا نقل ولا غيرها، بينما في فواتير المشتريات المحلية هناك عبء أو مصروف قد يكون شحن أو نقل أو غيره. في فاتورة المشتريات في أمر التوريد المخزني لا يوجد عمود خاص بالكميات المجانية أو عمود خاص بالتخفيض. والخصم بينما نلاحظ في فواتير المشتريات الفوريه هنالك عمود خاص بالكميات المجانيه وهنالك عمود خاص بالتخفيض. سؤال هل نستطيع عمل فاتوره مشتريات فوريه بدون ان نقوم باضافه اعباء الاجابه؟ نعم نستطيع عمل فاتوره مشتريات فوريه وتكون التكلفه نهائيه دون ان نستخدم الاعباء، الخيار يعود الى الشخص او الشركه التي ستقوم بعمليه الشراء. الان نقوم بعرض مثال تطبيقي نوضح من خلاله فواتير المشتريات الفورية وكيف يمكن اضافة اعباء عليها وما هي الخطوات الواجب اتباع تنفيذ فاتورة مشتريات فورية تم شراء الأصناف التالية من شركة عمارة التجارية بالآجل ريال وخزنت في المخزن، طبعا عملة الفاتورة بالريال. أسماء الأصناف ظاهرة أمامكم. الكميات تكلفة الشراء. ملاحظة وقد كانت أعباء نقل هذه البضاعة إلى مخازن الشركة مبلغ خمسة ألف ريال دفعت من الصندوق أي أن هناك أعباء ومصاريف. دفعت عند نقل هذه البضائع المخازن، أي أنه لابد أن يتم تحميل هذه الأعباء فوق قيمة المشتريات، حتى تكون تكلفة الأصناف صحيحة. الآن نوضح خطوات الحل عند استخدام فواتير المشتريات الفورية. نعود مرة أخرى إلى نظام منسوفت المتكامل. يتم الدخول إلى إدارة المشتريات. العملية فواتير المشتريات الفورية أهم الإجراءات الواجب اتباعها قبل تنفيذ فاتورة المشتريات الفورية هي مالي أولا إضافة المورد في شاشة الدليل المحاسبي في جانب الخصوم المتداولة ثانيا إضافة حساب المورد في شاشة بيانات الموردين في المدخلات الأساسية في إدارة المشتريات ثم بعد ذلك نقوم بتنفيذ فاتورة مشتريات فوريه نبدا الان بنفذ الخطوات نخرج من اداره المشتريات نذهب الى اداره الحسابات غلات الاساسيه الدليل المحاسبي هناك عده طرق لاضافه الحسابات الجديده في الدليل المحاسبي الطريقه العامه هو الضغط على زر البحث ثم اف 9 ثم الدخول الى الخصوم الخصوم المتداوله الموردون المحليون ثم نقوم بإضافة المورد فنلاحظ ان آخر مورد لدينا ضمن الموردين المحليين هو شركة بنشارف التجارية رقمها اثنين واحد صفر ثلاثة أي ان شركة عمار سوف تكون رقمها صفر صفر أربعة هذه الطريقة العامة للبحث الطريقة الأخرى مختصرة أنا أفضل أن يكون مستخدم نظام المتكامل حافظا لبعض الأرقام الرئيسية فمثلا الحساب الرئيسي للموردين المحليين هو اثنين اثنين واحد صفر واحد فعند عملية اضافة الحسابات ما عليك الا اتباع الخطوة التالية الضغط على زر البحث ثم ادخال الحساب الرئيسي للموردين المحليين اثنين صفر واحد ثم اف تسعة نلاحظ ظهور ارقام الموردين بشكل سريع للغاية الان نقوم باضافة شركة عمار يتم الضغط على زر اضافة ثم اثنين اثنين صفر واحد صفر صفر اخر حساب سبعة ثلاثة الى بيكون اربعة الحساب الرئيسي له هو حساب الموردين المحليين المتفرع منه رقمه اثنين واحد. واحد ثم نقوم بكتابة اسم الحساب نوع الحساب فرعي عملة الحساب ريال نقوم باختيار ريال ثم نقوم بعملية الحفظ الآن تم إضافة حساب شركة عمار كمورد في الدليل المحاسبي في جانب الخصوم المتداولة. الخطوة الثانية إضافة هذا الحساب في شاشة بيانات الموردين. يتم الخروج من إدارة الحسابات، الذهاب إلى إدارة المشتريات، المدخلات الأساسية، بيانات الموردين. ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة. طبعاً عند رقم حساب المورد يتم الضغط على F9 والبحث في الدليل المحاسبي عن شركة. عمار لكن هذه الخطوة طويلة خصوصا إذا كان لديك عدد كبير جدا من الحسابات هذه شركة عمار الطريقة الثانية المختصرة هو أن يتم إضافة الحساب الرئيسي للموردين لابد أن يكون مستخدم نظاما المتكامل حافظا لبعض الحسابات الرئيسية فمثلا مورد المحليين واحد ثم F9 نلاحظ ظهور طبعا سوف يظهر هذا الرسالة الحساب يجب أن يكون في نقول موافق نلاحظ ظهور ارقام الموردين مباشره شركه عمار موجوده نقوم باختيارها رقم المورد طبعا رقم المورد قد يكون رقم الحساب كاملا او اخر ثلاثه ارقام من الحساب في رقم المورد يعتبر حقل اجباري نستطيع ادخال رقم الحساب كاملا او ادخال الثلاثه الارقام الاخيره من الحساب نقوم بكتابة الثلاث الأرقام الأخيرة 004 طبعا بقية البيانات يتم إدخالها حسب الحاجة ثم نقوم بعملية الحفظ إذا ما أردنا استعراض هذه الحسابات يتم الضغط على زر البحث نلاحظ ظهور جميع الموردين في هذه الشاشة الآن نذهب إلى فاتورة المشتريات الفورية المحلية يتم الضغط على زر الإضافة طريقة الدفع آجل رقم المورد اف 9 أو البحث من خلال اسم المورد شركة عمار الأعباء في المثال الخاص بنا كانت هنالك أعباء نقل البضاعة إلى مخازن الشركة مبلغ خمسة ألف ريال دفعت من الصندوق نقدا أي أن الحساب المتأثر هو حساب الصندوق ففي حقل الأعباء يتم إدخال حساب الصندوق إما الضغط على F9 والبحث أو, أو إدخال رقم الحساب مباشرة صندوق ريال يتم اختياره أو إدخاله مباشرة واحد صفر واحد صفر صفر واحد عملة الحساب المبلغ خمسة الف ريال سعر التحويل يقصد بسعر التحويل هو عملة المخزون يقصد بسعر التحويل عملة المخزون الان نقوم بادخال الاصناف F9 تلفزيون سامسونج في على الشاشه يتم تحديد رقم المخزن يتم تحديد رقم المخزن في هذا الحقل اذا اردنا التوريد لاكثر من مخزن او في اعلى الشاشه او في اعلى الشاشه كما قلنا نستطيع ادخال المخزن في اسفل الشاشه في هذا العمود او في اعلى الشاشه اذا كان التوريد فقط لمخزن واحد فقط، أما إذا كان لأكثر من مخزن فيتم اختيار المخازن في أسفل الشاشة. نقوم بإدخال الكمية التي تم شراؤها. 30 حبة. التكلفة 60000 ريال. يتم إدخال الكمية. 30 حبة. التكلفة 60000 ريال. ثم يتم إدخال الصنف الثاني. نستطيع كما قلنا إما الضغط على F9 أو إدخال جزء من رقم المجموعات 001 صفر مجموعات سامسونج ثم اف تسعة نلاحظ ظهور فقط الأصناف المرتبطة بمجموعات سامسونج أو البحث من خلال اسم الصنف فما عليك إلا إدخال رمز النجمة ثم تكتب مثلا سامسونج نوت مثلا ثم اف تسعة نلاحظ ظهور اسم الصنف مباشرة نقوم باختياره ثم نعود مرة أخرى لرقم الصنف ونتحرك بالتاب الكمية التي تم شراؤها 20 حبة تكلفة سبعين ألف ريال نقوم بإدخال الكمية عشرين حبة والتكلفة سبعين ألف ريال ثم تلفونة آيفون نجمة نبحث من خلال الاسم آيفون ثم إف تسعة آيفون سكس نعود إلى رقم الحساب ثم نتحرك بالتاب خمسة حبة سعر الشراء خمسة وثمانين ألف ريال أنت التكلفة خمسة وثمانين ألف ريال الآن نقوم بالضغط على توزيع الأعباء فنلاحظ يقوم النظام بتقسيم هذا المبلغ على الأصناف ويحمل كل صنف نصيبه من أعباء أو مصاريف أو تكلفة نقل البضاعة إلى المخازن نقوم بكتابة البيان لكم قيمة بضاعة فاتورة رقم طبعا عند الشراء سوف نحصل على فاتورة يتم إدخالها في هذا الحقل مثلا ثمانية ثمانية أو رقم المرجع هو رقم فاتورة الشراء أي الفاتورة التي سوف نحصل عليه من المورد ثمانية 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 ثم نقوم الآن بعملية الحفظ حفظ إذا ما أردنا طباعة الفاتورة نعم نلاحظ ظهور الفاتورة بالشكل الظاهر أمامكم فاتورة آجل رقم الحساب الفاتورة تاريخ البيان ثم الأصناف الكميات سعر الحبه الواحده ثم اجمالي البضاعه. الآن نقوم بعمليه التأثير المحاسبي والمالي من خلال الترحيل، فنخرج من ادارة المشتريات، نذهب إلى ادارة الحسابات، ترحيل، فواتير المشتريات الفورية، يتم ضغط على الفاتورة مرتين، ثم ترحيل، ثم نقوم بعملية الترحيل. إذا ما أردنا طباعة كشف حساب شركة عمار، يتم الدخول في إدارة الحسابات إلى التقارير كشوفات الحسابات الحسابات الفرعية ويتم البحث إما من خلال إدخال رقم الحساب أو اسم الحساب فيتم إدخال رمز النجمة ثم اسم الحساب عمار ثم F9 نقوم باختياره ثم طباعة نلاحظ ظهور كشف حساب عمار بالشركة بالشكل الظاهر أمامكم كشف حساب من تاريخ إلى تاريخ شركة عمار التجارية مشتريات فورية لكم قيمة بضاعة فاتورة رقم كذا ثمانية ثمانية مبلغ دائن لأنه مورد نكون بهذا قد أوضحنا طريقة الشراء بالآجل أما إذا كانت طريقة الشراء نقدا من الصندوق فيتم اتباع نفس الخطوات التالية السابقة ما عدا أننا في إدارة المشتريات عندما يكون الشراء نقدا لن يتم إضافة الصندوق في بيانات الموردين وإنما يتم تنفيذ العملية مباشرة فيتم الدخول لفواتير فواتير الفورية ثم الضغط على زر الإضافة ثم طريقة الدفع نقدا في هذا الحق يتم اختيار الصندوق بالضغط على F9 وهذه الصناديق تم إضافتها في شاشة الصناديق في المدخلات الأساسية في إدارة الحسابات لنفرض أن الشراء بالدولار نقوم باختيار صندوق دولار ثم نحدد المخزن نلاحظ يظهر سعر التحويل أو سعر الصرف للدولار وين سعر عملة المخزن أي بالريال في حالة كانت هنالك أعباء فلابد أن تكون بنفس عملة الفاتورة أي بالدولار فنفرض أنه تم شراء بضاعة وتم سداد مبلغ 30 دولار مثلا مصاريف شحن أو نقل فلابد بد من اختيار صندوق دولار بالضبط على F9 واختيار صندوق دولار ثم نقوم بإدخال المبلغ 30 دولار مثلا سعر التحويل ثم نقوم باختيار الاصناف اما بالضغط على اف 9 واختيار الصنف المراد شراءه مثلا سامسونج 10 حبات التكلفه 300 دولار مثلا او البحث من خلال اسم نجمه ايفون ثم اف 9 تلفون ايفون 6 طبعا نلاحظ ان الاسم لا يتغير نعود مره اخرى الى رقم الصنف ثم نتحرك بالتاب نلاحظ ظهور الاسم كاملا مثلا تم شراء خمس حبات ب 400 دولار الآن نقوم بالضغط على توزيع العباء فنلاحظ أن النظام يقوم بتوزيع العباء على الأصناف وتحميل كل صنف ما يخصه من تلك العباء من مصاريف الشحن والنقل البيان لكم قيمة بضاعة أو ليس لكم شراء بضاعة نقدا من شركة خالد التجارية مثلا فاتورة رقم 777 مثلا او ادخال رقم الفاتوره في رقم المرجع 777 نقوم الان بعمليه الحفظ اذا ما اردنا طباعه الفاتوره طباعه نعم نلاحظ ظهور الفاتورة نقدا بالشكل الظاهر امامكم اسماء الاصناف الكميات سعر الحبه ثم مبلغ الفاتوره الان نذهب الى الترحيل من اجل التاثير المحاسبي اما التاثير الكمي على المخازن فيتم بمجرد الحفظ ملاحظه في فاتورة المشتريات المحلية تتأثر المخازن بمجرد الحفظ حتى لو لو لم يتم الترحيل أما الحسابات فإنها لا تتأثر إلا عند ترحيل المستندات فنخرج من إدارة المشتريات نذهب إلى إدارة الحسابات ترحيل فواتير مشتريات فورية ترحيل إذا ما أردنا طباعة الحساب فيكون كشف حساب الصندوق بنفس الطريقة السابقة نجمة صندوق صندوق دولار ثم طباعة يظهر الصندوق بالشكل الظاهر أمامكم كشف حساب الصندوق من أجل البحث على فواتير المشتريات الفورية التي تم تنفيذها ما عليك إلا الضغط على زر البحث ثم اف تسعة ثم اختيار الفاتورة المراد استعراضها. نوضح الآن مثال آخر على فواتير المشتريات الفورية المحلية. في حالة حصلنا على كميات مجانية من التاجر أو تخفيض. يتم الدخول إلى إدارة المشتريات، العمليات، فواتير المشتريات الفورية. ونقوم بعمل المثال التالي نقوم بالضغط على زر الاضافة آجل نبحث عن المورد بالضغط على اف تسعه شركة مثلا معليه التجارة والاستثمار نحدد المخزن ننتقل الى الاصناف يتم البحث على الاصناف اما من خلال الضغط على اف تسعه واختيار الصنف تلفزيون سامسونج مثلا اشترينا خمسين حبة حصلنا على كمية مجانية مثلا حبة التكلفة ثلاثمية وخمسين دولار طبعا عملة الفاتورة دولار الآن نبحث من خلال الاسم نقوم بإدخال رمز النجمة ثم مثلا ايفون اف تسعة نلاحظ ظهور الأسماء الأصناف التي تحتوي على كلمة ايفون نقوم بإختيارها نعود إلى الرقم نختار مثلا عشر حبات تكلفة أربعمائة دولار فإذا اخترنا اسم آخر مثلا نوت نستطيع إدخال رقمه مباشرة صفر صفر واحد شرطة صفر صفر اثنين حبتين أربعمائة وخمسين دولار في بعض الأحيان يقوم التاجر بمنحنا كمية مجانية كما هو ظاهر أمامكم في عمود الكمية المجانية كما أن التاجر في بعض الأحيان قد يمنحنا تخفيض نلاحظ في أسفل الشاشة هنالك حقل خاص بالتخفيض، فمثلاً تم منحنا تخفيض 100 دولار كمثال، فنلاحظ أن المبلغ الإجمالي كان 22400 دولار، بعد التخفيض انخفض إلى 22300 دولار، الآن نقوم بكتابة البيان. هذا رقم الفاتورة التي حصلنا من المورد ثم نقوم بعملية الحفظ موافق الحفظ الآن نقوم بعملية ترحيل الفاتورة نذهب إلى إدارة الحسابات ترحيل فواتير المشتريات الفورية نقوم باختيارها ثم نقوم بعملية الترحيل نكون بهذا قد انتهينا من فواتير المشتريات الفورية سواء الفواتير التي عليها أعباء أو التي ليس عليها أعباء وكذلك فواتير المشتريات الفورية عند حصولنا على كمية مجانية وتخفيض نستطيع البحث على فواتير المشتريات الفورية بالضغط على زر البحث ثم F9 سوف تظهر جميع الفواتير التي تم شراؤها نقوم باختيارها سوف تنزل جميع البيانات الخاصة بهذه الفاتورة كذلك نستطيع البحث على الفواتير من خلال التقارير فواتير المشتروات فواتير المشتروات الفورية ونستطيع البحث على جميع الفواتير التي نريد حسب طريقة الدفع آجل نقد حسب المورد الصنف المجموعة إجمالي تحليلي كيفما نريد بعدما قمنا بالضغط على زر طباعة. سوف تظهر جميع الفواتير التي تم شراؤها من المورد من الموردين سواء كانت ريال او دولار نكون بهذا انتهينا من شرح فواتير المشتريات الفورية هنالك بعض الرسائل التي تظهر عند عمل فواتير المشتريات الفورية أي المحلية نقوم الآن بعرض تلك الرسائل إذا ما قمنا مثلا بعمل فاتورة مشتريات مثلا آجل أو نقدا مثلا من شركة عمارة تجارية وقمنا بتحديد المخزن وقمنا بإضافة الأعباء أي أن هناك كانت أعباء نقل أو شحن على هذه الفاتورة دفعت من الصندوق نقدا نقوم باختيار حساب الصندوق المبلغ المدفوع عشرة ألف ريال أعباء نقل فإذا ما اخترنا الأصناف F9 واخترنا مثلا سامسونج 5 مئة حبة الكمية التكلفة مثلا ستين ألف ريال ثم البحث من خلال اسم ايفون نجمة اف تسعة ثم اخترنا ايفون 6 وعدنا الى الرقم كي يظهر الاسم كاملا ثلاثين حبة مثلا ب الف ريال ثم قمنا بتوزيع الاعباء نلاحظ ان النظام يقوم بتحميل كل صنف ما يخص من اعباء النقل والشحن ثم قمنا بكتابة البيان ثم حفظ سوف تظهر هذه الرسالة تظهر آليا طبعا رقم الفاتورة حفظ الآن عند قيامنا بعملية الترحيل فواتير المشتريات سوف تظهر هذه الرسالة التالية رقم حساب الفوارق ليس له حساب بالعملة ريال عند ظهور هذه الرسالة معنى ذلك انه ولحل هذه الرسالة يجب أن نقوم بعمل ما يلي، أولا فتح حساب رئيسي لفوارق الكسور في الدليل المحاسبي في جانب المصروفات ثم إضافته في جانب أو في شاشة الحسابات الوسيطة. إذا ما خرجنا من هذه الشاشة من الترحيل وقمنا بالذهاب إلى المدخلات الدليل المحاسبي قمنا بالضغط على زر البحث ثم اف 9 مصروفات مصروفات النشط مثلا نقوم بإضافة حساب رئيسي يسمى فوارق الكسور ونفرع منه فوارق الكسور بالريال فوارق الكسور بالدولار حسب عملات فاتورة المشتريات الفورية فنقوم بفتح حساب رئيسي مثلا آخر حساب رئيسي رئيسي 31107 أي أن فوارق الكسور سوف تكون 31108 حسب رئيسي إضافة 31108 حساب رئيسي طبعا الحساب الرئيسي لهذا الفوارق الكسور هو تكلفة النشاط الجاري رقمه 311 311 هذا الحساب الرئيسي الأكبر ثم نكتب فارق الكسور طبعا حساب رئيسي نوع الحساب رئيسي ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نفرع من هذا الحساب فارق الكسور بالريال وفوارق الكسور بالدولار بحث ثم نقوم بإدخال رقم الفوارق الكسور ثلاثة واحد واحد صفر ثمانية إف تسعة هذا فارق الكسور الذي تم إدخاله في الدليل المحاسبي ثم نقوم بعملية إضافة ثلاثة واحد واحد صفر ثمانية صفر صفر واحد الحساب الرئيسي له هذا الحساب اللي قمنا بإدخاله ثلاثة واحد واحد صفر ثمانية ونسميه فارق الكسور ريال نوع الحساب فرعي ونختار ريال ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نقوم بإضافة دولار ثلاثة واحد واحد صفر ثمانية صفر صفر اثنين الحساب الرئيسي لو ثلاثة واحد واحد صفر ثمانية ثم نقول فارق الكسور دولار هذه الخطوة الاولى دولار الخطوة الثانية بعد اضافة حساب فوارق الكسور في الدليل المحاسبي لابد من اضافتها في شاشة الحسابات الوسيطة فنخرج من الدليل المحاسبي نذهب إلى إدارة الحسابات، تهيئة النظام، الحسابات الوسيطة، نلاحظ وجود حقل خاص بفوارق الكسور، يتم الضغط على F9 واختيار حساب فارق الكسور الذي تم إضافته قبل قليل في شاشة الدليل المحاسب فارق الكسور، ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن أضفنا حساب فارق الكسور في الدليل المحاسبي. واضفناه كذلك في الحسابات الوسيطه نستطيع الان ترحيل فاتوره المشتريات الفوريه ترحيل نلاحظ تم ترحيل فواتير المشتريات الفوريه هناك رساله اخرى تظهر عند عمل فواتير مشتريات فوريه فمثلا اذا ما قمنا بعمل فاتوره مش الفوريه نقدا من الصندوق ريال مثلا واخترنا المخزن وقمنا بالبحث على الصف من خلال الاسم مثلا ايفون 6 كمثال ثم اف 9 ايفون 6 ثم عدنا الى الرقم كي يظهر الاس كاملا واشترينا مثلا ثلاثين حبة وحصلنا على كمية مجانية حبة مثلا التكلفة خمسة وستين ألف ريال كتبنا البيان شراء نقدان ثم حفظ أه فضلنا تخرج قبل الفاتورة في على الشاشة سوف تظهر حفظ عند عملية الترحيل في إدارة الحسابات وعند الحصول على كميات مجانية في بعض الأحيان تظهر الرسالة التالية الآن نقوم بعملية اختيار الفاتورة بالضغط على الفاتورة مرتين ترحيل ترحيل تظهر هذه الرسالة حساب مشتريات الكميات المجانية للمجموعة الصف صفر أي الآيفون غير موجود يعني لابد أن نضيف حساب الكميات المجانية نحن قمنا بعملية الشراء اشترينا كمية حصلنا على كمية مجانية كي يقوم النظام باضافه وادخال قيمه هذه الكميات المجانيه في هذا الحساب لابد ان يتم اضافه هذا الحساب حساب الكميات المجانيه اولا في الدليل المحاسبي في جانب الايرادات لان يمثل ربح ثانيا في شاشه بيانات المجموعات فاذا ما خرجنا من شاشه الترحيل وذهبنا الى مدخلات الدليل المحاسبي وقمنا بالضغط على زر البحث اف 9 الإيرادات، إيرادات النشاط ونبحث عن إيرادات الكميات المجانية، نلاحظ وجود حساب اسمه حساب مشتريات الكميات المجانية مضاف، لابد أن يتم إضافة هذا الحساب في الدليل المحاسبي ونفرع منه مشتريات الكميات المجانية أي الكميات التي حصلنا عليها بالريال والدولار، إذا هذه الخطوة الأولى، الخطوة الأولى إضافة حساب مشتريات الكميات المجانية في الدليل المحاسبي في جانب الإيرادات طبعا حسب رئيسي ثم نفرع منه مشتريات الكميات المجانية بالريال والدولار هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية هو أن نذهب إلى إدارة المخزون دخلات الأساسية بيانات المجموعات ثم نبحث على المجموعة التي بها المشكلة هي مجموعة الآيفون يتم الضغط على زر البحث ثم مجموعة تلفونات آيفون ثم تعديل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان حساب مشتريات الكميات المجانيه غير موجود في شاشه بيانات المجموعات الرئيسيه. فبعد اضافته في الدليل المحاسبي كحساب رئيسي ثم فرعنا منه مشتريات الكميات المجانيه بريال دولار حسب عمله الفاتوره، لابد ان يتم اضافته في اداره المخزون في المدخلات الاساسيه في شاشه بيانات المجموعات الرئيسيه. فمشتريات الكميات المجانيه يمثل ربح، يمثل ايرادات. يتم الضغط على F9 والبحث عنه. او يتم ادخال اول حساب من الاربعه F9 ثم نلاحظ نختار مشتريات الكميات المجانيه. نلاحظ ظهورها ونقوم بالضغط عليها مرتين ثم نقوم بعمليه الحفظ. الان عند ذهابنا الى اداره الحسابات. ترحيل ترحيل فواتير المشتريات الفورية نختار الفاتورة بالضغط عليها مرتين أو إدخال رقمها مباشرة ثم ترحيل نلاحظ عدم ظهور تلك الرسالة فلا يطلب منك حساب المشتريات الكمية المجانية لأننا قمنا بإدخالها في جانب الإيرادات في الدليل المحاسبي كحساب رئيسي وفرعنا منها بالريال أو بالدولار حسب عمر الفاتورة وكذلك تم إضافته في شاشة بيانات المجموعات